هي ليست مداهمات ولا تمشيط، هي عملية فتح أبواب جبل الشعامبي أمام الإعلاميين من طرف قوات الجيش الوطني في عيدهم 57، والذي يحتفلون به في أجواء عسكرية بحتة داخل ساحة الحرب مع الإرهاب، كتكريم لأرواح شهداء الوطن وتأكيدا على أن تضحياتهم كلها في سبيل فرض السيادة الوطنية. استعراض للقوات وتجوال داخل الطرقات والممرات الجبلية أملتها وحدات جيشنا الوطني لاقت رضا كل الحاضرين وكسرت حاجز الغموض الذين اتهموا به، فانطلقت العدسات والمصادح في نقل صور الجهود والعمل الدؤوب. اليوم نقوم بزيارة إلى أهم المنشآت الموجودة في جبل الشعامبي، أهم بتبع بمناسبة العيد الوطني، العيد الوطني الجيش الوطني. قمنا بزيارة إلى مختلف المواقع اللي سواء اللي سيطر على الجيش الوطني تماما، سواء اللي قاعد يفتح في يعني منافذ ليها من خلال الجرافات ومن خلال تواجد عدد كبير من قوات الهندسة العسكرية هنا على موقع الحادث. أكدونا اليوم أنه جبل الشعامبي، وتأكدنا يعني من خلال زيارة طويلة يعني تقريبا اكثر من ساعتين حاليا واحنا في التنقل، يعني تقريبا من جبل الشعامبي بشكل كلي قطعناه، وانه سيطره كليه للجيش الوطني، وهذه يعني بادره خير، وهذه طبعا خبر كبير وصار سواء للشعب التونسي بمختلف يعني مختلف الولايات الكل. كان مطلبنا احنا كصحفيين كنا نطالبوا منذ مده بدخول لجبل الشعامبي، كنا نحب نشوفوا الحقيقه عن قرب، خاصه وانه الاهالي والمجتمع المدني وكل اهالي مدينه القصر وتونس كاملة يجهلوا الحقيقة اللي شنو الشيء اللي يدور في جبل الشعامبي. احنا حبينا نطلعوا باش نوصلوا المعلومة للمواطن باش نطمئنوه. اليوم معنا فرصة كبيرة، اليوم فرحة كبيرة في ذكرى انبعاث الجيش الوطني ذكرى 57. اليوم تمكننا من رفع العلم في أعلى قمة من جبل الشعامبي. وين نحن تو؟ اللهم صل على النبي، في العز والليل، وبعية راس وزارة الداخلية وزارة الدفاع، هم اللي حموا البقعة، اللهم صل على النبي، هم ليل ونهار ما يرقدوش، ونحن مواطنين بلادنا منش مش نحبوها، اذا كما نحموهاش نحن شكون باش يحميها؟ وكما الجيش يبذل الجهود للذود عن حمى الوطن، فان رجال الامن لم يكونوا اقل عزما منهم في القصرين من خلال الحملات الامنيه لفرض النظام وحمايه المواطنين الذين استبشر بعضهم واعتبر البعض الاخر تهويلا. ما تخوفش وتحسها تقلق نوعا ما، تحس البلاد في حال طوارئ، مش هي في حال عايشه فيها لاباس، المواطنين كلنا نشكر الله استحمدوا، ما فهم شيء تهول الامور وكاو. نحن ولينا في الحومه كي نشوفوا كرهبه نتاع امن متعديه، صدقني العباد تولي تزغرت، حاشنا بالامن، ما حاشنا بحد شيء. حاشنا بالامن باش في الطريق الواحد يمشي مطمان، يعبي الراكب مطمان، ما نحبوش المشاكل، هذه هي لغايتنا. الاجواء هذه تخلينا نطردوا بكدا بكدا، احنا كي نشوفوا الحاكم يخدم انتهنوا يا خويا، خاطر وصلت بيريود معناها كي دخلت البلاد بعضها كل واحد ما عادش بثاني، ما عادش العطل ينجم يخرج، العطل يعمل حتى شيء، فهمتش كيفاش ولا؟ حملة نتمنوها متواصلة كما هكا على مدار العام، لأن حملة ممتازة حقيقة، حملة ممتازة. حملة أمنية مواصلة للحملات الأمنية السابقة، مش أول حملة ذي نقوموا بها في بلدية القصرين، عندنا الأسابيع الفارتة كل قاعدين نقوموا بحملات أمنية كبرى، توا ساعدنا في النساق شوية، فما سدود أمنية جديدة، فما معناتها تتويق معناتها كامل مدينة القصرين المعتمديات، معناتها المستوى الأمني معناتها باش ما يتمكنوش هذوما المطلوبين العدالة من الفرار. الحمد لله وفقنا ربي بمساعدة معناتها زملاء معناتها اللي جاونا من تونس، مختلف الوحدات الأمنية الموجودة لهنا، ونحب نشكر معناتها مختلف الأمنيين معناتها اللي يخدموا في منطقة القصرين. هنا في سفوح الجبال يحتفل الجيش الوطني بعيده في نفس المكان الذي تأسست فيه أول نواة لمواجهة المستعمر والعدو من طرف الفلاقة، لكن هذه المرة ليسوا وحدهم وليس التونسيون فقط وراءهم يشدون على أيديهم، بل كل العالم يساندهم ويراقبهم حتى ينتصر ليوث الصدام وجند الفداء على الإرهاب ويقتلع الداء من ربوع تونس الخضراء.